خطوات متسارعة للفنانة المصرية ميان السيد على سلم النجومية، فلرمضان الثاني على التوالي بتكسر ميان الدنيا بمشهد أبدعت فيه بشهادة من الجمهور، وهذا المشهد بنتكلم عنه تحديدا جاء في الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 واللي ظهرت فيه ميان بدور آية نجلة الرئيس السيسي، ومن وقتها تحول اسمها لترند. ميان ختمت 2021 وشفناها في الموسم الثاني من مسلسل إلا أنا وحكاية حلم حياتي، وخلت المشاهدين يصفقوا ويقولوا الميان برافو وسبب صعوبة إتقان الدور، ولكن مع ذلك فاجأتنا ميان وقدرت باحترافية أنها تقدم شخصية خديجة الشابة اللي عندها توحد وبتعشق التمثيل لكنها بتعاني من التنمر، ورغم النهاية السعيدة للقصة كان في مشهد ثاني حرك المشاعر ونزل الدموع. وتنضم إلينا من القاهرة الفنانة ميان السيد، أهلا فيك معنا يا ميان، منورانا ومنوراتنا ابتسامتك الحلوة وروحك الحلوة. شكرا يا سارة، وأنا مبسوطة أن أنا معاكي لتاني مرة. أنا اللي دايما مبسوطة صراحة بتنورينا. على طول أمس يا ميان ظهرتي في الحلقة وصار اسمك ترند، كيف حسيتي؟ الحمد لله. حسيت طبعا بفخر لأن أنا قدمت دور يعني بجد مشرف جدا أن أنا أعمله، بنت سيادة الرئيس آية، فده لوحده فخر واعتزاز ليا، وان هم بس يختاروني ان انا اقدم الدور ده يعني حاجه بالنسبه لي شهاده، فاهم قصدي؟ فكنت فخوره جدا ومبسوطه جدا، وامبارح لما المشهد نزل اتبسطت جدا. انا بحب جدا الفنان ياسر جلال، بحبه جدا، احنا دي تاني مره ان احنا نمثل سوا. صحيح، انا بدايتي كانت معاه بدايتي كانت معاه في ظل الرئيس، فكنت متحمسه جدا ان اشتغل معاه تاني مره، وهو بصراحة عامل الدور بإتقان تام رائع. رائع، فأنا كنت مبسوطة قوي معاه ومبسوطة بالمشهد اللي نزل يعني الحمد لله. عندك ظهور إضافي يا ميان في الحلقات الجاية؟ إن شاء الله إن شاء الله. طيب ميان، أنا كمان كنت حابة أسألك مش بس عن هذا العمل، يعني كمان حابة أسألك عن حلم حياتي، يمكن لأنه كمان لامس كثير من الناس. صعب جدا أنك تعملي دور شخص بيعاني من التوحد، يعني كيف تعاملتي مع الموقف هذا؟ طبعا أنا أول ما جالي دور خفت جدا، وبجد ما صدقتش أن أنا جالي دور ده، لأنه أنا بقالي كتير قوي ما بشوفش دور ده في السينما المصرية أو في السينما العربية، يعني ده دور مختلف وصعب، وأن هم يتكلموا فيه دي حاجة جميلة جدا يعني، خصوصا أنه تبقى كمان عن بنت، لأنه موجود مثلا في هوليوود دايما التوحد بيجيبوه مثلا بيكون ولد زي مثلا The Good Doctor او كده، لكن عمرنا ما شفنا بنت عندها الاضطراب ده. فطبعا كنت خايفه جدا وكنت قلقانه، بس بعد كده المخرجه استاذه ياسمين احمد كامل، هي مخرجه شاطره جدا، قعدت معايا وعرفتني قد ايه احنا قدامنا مسؤوليه كبيره ان احنا نجسد الدور ده بجد، وان احنا نقدمه للناس ويعرفوا ايه هو التوحد او ايه هو اضطراب طيف التوحد، ويبتدوا يعملوا سيرش عليه، وبرضه نتكلم على التنمر وبشاعه التنمر يعني انا حسيت بالمسؤوليه دي، فالصراحة قدمت كل حاجة عندي يعني. عملت كل حاجة. طيب ميان، بما أنك أنت كمان جبتي موضوع التنمر، وأنا واحدة من الأشياء اللي أحبها فيكي أنك أنت بتتكلمي بصراحة عن هذه الأمور، بتتكلمي عن التنمر، بتتكلمي عن التحرش، بتفتحي هذه المواضيع. في صورة لك يا ميان صار عليها كمية تنمر يعني كبيرة جدا، عرفتيها صورتك اللي في العمرة. أيوة. ليه يا ميان؟ أنا افتكرتك هتقولي على حاجة تانية على فكرة. الصورة اللي رافعة فيها إيدك. بالضبط. لا، الصورة اللي رافعة فيها إيدك يعني واحدة يعني إيش بدي أقول لك، صورة يعني ما أدري، واحدة عاملة فوتوشوت يعني، بس برضو انتقدوكي فيها يعني، قالوا ليش يعني يا ميان بتطلعي لنا الصور دي، الآن الناس كلها حتدخل البروفايل عندك تشوف الصورة لأنه إحنا مش حاطينها. طيب بصورة العمرة كمان ليش؟ قالوا إنه بتبكي وبتعمل أفلام. بصي يعني أنا بجد ما بفكرش قبل ما بعمل حاجة، أنا شخص اللي هو عايش بطبيعتي يعني، ما بكونش قصدة أنا هنزل ده وخلي الناس تتعاطف معايا مثلا، لا أنا فعلا أنا في الفيديو ده كان فيديو حقيقي جدا، أنا كنت عايزة أعمل عمرة من صغري، أنا مامتي وبابايا عملوا، أنا كنت صغيرة جدا فما قدرتش أروح معاهم، فأنا طول حياتي نفسي أعمل عمرة، فلما رحت وشفت الكعبة بجد اتأثرت وكنت مبسوطة جدا وفي قمة سعادتي، وكنت عايزة أخلد اللحظة يعني، كنت عايزة أخد فيديو إن أنا أخلد اللحظة دي. طبعا فبالظبط
زي اي حد يعني، اي مكان بنروحه عاده احنا بنحب نتصور، فما بالك لما تروحي يعني المكان اللي كل المسلمين بيروحوا علشان يقدموا فيه يعني طاعه ويعملوا حاجه يعني من اركان الاسلام. فكنت متاثره جدا، فعملت الفيديو. وبعد كده قررت ان انا ليه ما شاركتش مع جمهوري واوريهم حاجه انا قد ايه كنت عايزه اعملها. طبعا ما كنتش متخيله كميه ال 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 هي الحاجات السلبية اللي جات لي، بس أنا الصراحة ما اهتمتش. يعني زمان كنت بزعل، يعني مثلا على الصورة اللي انتي بتقولي لي عليها اللي أنا برفع إيدي اتضايقت قوي، لكن ساعة الفيديو اللي أنا حطيته ساعة العمرة الصراحة ما اتضايقتش، لأن أنا عارفة نفسي وعارفة أن أنا ولا حد بيمثل ولا حد عايز الناس تتعاطف معايا. أنت عارفة نفسك ومشاعرك في ديك اللحظة. طيب يعني ميان، بس أنه بس يعني عشان أنا عارفة أنك أنت ماخدك الكلام هو الحج اللي هو من أركان الإسلام، عقبال إن شاء الله المرة الجاية لما أنت حجي ونقابلك المرة الجاية ونقول الحجة ميان. بس خليني كمان أنقلك على موضوع التنمر برضو على دي المواضيع. أنت تكلمتي عن أنه التحرش الجنسي وحكيتي قصتك بكل صراحة أنه في تحرش جنسي، بس يبدو في ناس ما عجبهم الموضوع، ومنهم الفنان مصطفى درويش اللي طلع في برنامج العرافة وتكلم عنك كلام كثير وبيقولك إيه يا ست مارلين مونرو مالك إيدا الأوفر ده، كيف بتردي؟ بصي أنا أول مرة أعرف الكلام ده منك الصراحة، ما حدش كان قال لي على الموضوع ده قبل كده، وأنا بحترم آراء الناس يعني كل حد عنده رأي واللي عايز يقول حاجة يقولها، أنا مش هحجر على رأي حد زي ما أنا بحب أقول رأيي وبحب الناس تحترمه، فأنا أحترم رأي الآخرين، لكن طبعًا ما أفضلش إن حد يتكلم عليا بطريقة يعني وحشة، طبعًا ما أحبش كده أبدًا، لكن أنا ما عنديش مشكلة مع الشخص ده يعني أنا تمام يعني. طيب على العموم يعني أصلًا شجاعة منك بشكل عام وشيء تشكري عليه إنك بتفتحي هذا النوع من المواضيع الحساسة، إحنا بنشكرك على هذه المداخلة، ميان إن شاء الله المرة الجاية نشوفك معانا في دبي. كانت معنا من القاهرة الفنانة ميان السيد. باي باي. باي. طيب سوتس هو مسلسل محاماة أمريكي شهير بيستعرض قضايا في إطار درامي، ومع شعبيته الكبيرة اتعمل أكثر من نسخة له حول العالم، والآن في رمضان بتعرض النسخة العربية، لكن النسخة المعربة مقسوم حولها الجمهور وعاملة حالة من الجدل، واليوم في تهمة جديدة بتلاحقها أو بالأصح أزمة قضائية ممكن تكون سبب في إيقافه، أو هكذا تم تداول الخبر في البداية. فشركة أورنج سكوير للأزياء الرجالية رفعت قضية على منتج المسلسل طارق الجنيني، والسبب حسب ما هو موضح في بيانها على إنستغرام هو عدم حصول الشركة على مبلغ 2,700,000 جنيه، وهو المبلغ المقدر لقيمة البدل والملابس اللي لبسها الممثلين. طبعا اللي حضر سوتس بالإنجليزي أو حتى بالعربي حيلاحظ أنه في تركيز كبير واهتمام كبير بأناقة الأبطال وبدلهم، فالبدلة يعني في العمل مو بس كشكل للكاركتر، بس هي كمان جزء أساسي من حواراتهم وتعليقاتهم، وكم مرة كثير يعني بيعلقوا عليها حتى هم في حواراتهم. وحتى اسم المسلسل سوتس يعني بالعربي معناه دعاوى، وممكن كمان سوتس اللي هي أنه بدل. عموما هذه الأناقة والشياكة لأبطال العمل زي ما قلنا تسببت بأزمة كبيرة، دفعت شركة تي فيجن للخروج والرد على الاتهامات، وقالت أنها الشركة أو أنه شركة الأزياء اللي رفعت القضية عمدت إلى خلط الحقائق وإدغاء أو إدخال الغش على الجمهور، وأنه سمعتها اللي اكتسبت على مدار 20 سنة بتشهد لها بالالتزام في معاملاتها المالية، وأكدت أنها حتطالب بتعويضات ب20,000,000 جنيه قيمة الأضرار الأدبية والمالية. كمان صاحب شركة تي فيجن المنتج طارق الجنيني هو بدوره علق على الموضوع عبر حسابه على فيسبوك بالشكل الواضح أمامكم على الشاشة واللي تقدروا تقروه.